the action. Hey everybody. Hey everybody. أهلين حبايب قلبي. انتو هلا تسمعوا في Tom Princess. You are listening to Tom Princess on DFM Radio. من that Tom Princess. صباح العصافر والفراشات للطنطونات والتتاوات والتوا Tom Princess. الخبر الاول يجينا من عند لو شونتور تون جايزي اللي قال احيانا احس بالضغط الذي يقلقني ولكن عندما اتذكر جماهيري يشد في الحماس لاواصل الى الامام فشكرا على مثابرتك واحساسك الصادق لكن مع المعلومه لست تستبهلنا اون كونتر بارتي لقد غوصت ولميت الباقو وانت بجاه ربي ما تستبهل ليش راك غوصت ولميت الباقو بالرسمي باقو باقو هكا واصله بيني. الخبر الثاني يجينا من عند لا شونتوز تامادونا اللي نعرفوا الناس الكل انه دخلت في علاقه مع دانسور عمره حوالي 21 سنه فإلى العار بعد ما شاب هزول الكتاب انها حقيقه تقال تريد اقصى في حرام شاب من عمره جديد تريد شنو سمح لي لحظه تريدين تريدين اي نسيت رفيق اسيستون رفيق تريدين اقصاف وحرام شاب من عمري اقصاف وشاب من عمري اقصاف له جبيب الاخبار الثالثه يجينا من عند لا شونتوز عداني عداني هو صافيك سامحني سي جان تفضل الاخبار الثالثه يجينا من عند لا شونتوز تاع جينيفير اللي قالت الحكم على الفنان هو اصعب ما يكون لا احنا في تونس اسهل منه ما فماش يبدا ينقدوا في الفنان كانه كسكروت ملاوي للاسف باش الفنان يولي يحترموه يلزم يكون النقد في مستوى الفنان يظلم فماش اكثر من هكا نحيك الكاسك سامح نحي الكاسك نحي جملة نحي جملة غادر الاستوديو غادر الاستوديو حالا كمل بيكمل خلي كمل غادر لا لا هذه كانت اون فوا سيس حتى نرجعكم غدوه سي سور واحد هاي الورقه نعاودوها نعاودوا نفسنا لا غادر غادر الاستوديو غادر الاستوديو لا زياد سي با سيريو صدقني باش تندم علي وحسب الله ونعم الوكيل بربي بربي الخوار نتاعك ما تخليهوليش محلول اجا سكر لي روبريك ساعه قبل ما تمشي لا سكر لا شيء باش نكسروا الشباك زياد كسروا بالرسمي لا لا خاطر بكل صراحه ما تجيش شني اخبار معناتها كيكا انت انا كنت بحذاك كان عطيته فرصه الاخبار الرابعه راك بدلت رايك كالعاده اي ريج تهز روحها تمشي تجري وراه باهي عيطوا كارك سيستو عيطوا نزل صغير صغير لا لا بالحق انا مانيش رخيص اما على الجماهير على شكون؟ مانيش رخيص اما باش نرجع على الجماهير خلينا نهار الاثنين وقصوا انت ليه ليه امشي اقرا الاخبار الرابعه نهار الاثنين الجاي ربي يسامحونا اعزائي المستمعين وخذوا معنا قاعدين رفيق يرحم والديك ياخذ كوتش الاخبار الرابعه يجينا من عند لو شونتور طون راغب علامه يجمع صحفيين انه ما يتقدم في العمر قد ما يزيد شعبيته كلمه بارك نحب نقولها اذا حبوك ارتاح واذا كرهوك كرهوك فبالنسبه لي يستحق طون علامه علامه هذا النجاح المقيم على السيريو والانضباط الكونتينو وكما يقول الشاعر فواصل وثابر او غادر البلاد هاي الابليكاسيون شفت لا بي واصل او ثابر او غابر راعب غلامه ايش نعملوا تو هذا مساج يتعدى مرتاح انت مرتاح متفرد والله على الجماهير رجعت اما انت خذيت في خاطرك على خاطر من نحن خذيت بيان سور اما لا يجي بوس خوك ايش لا ما نبوسكش ما تحكي لا معك ايش كيبي لا معك ايش زيد ايش كيبي ايش كيبي زيد اما ما تحسين الجوده هاد بوس ايش ايش كزيد تحيه زيد المكي برافو تحيه كبيره برشا زيد المكي كانت هذه طون بوان سيس اقفل له عاد اقفل له ماك تعرف تقفل امشي معايا في القبل طيح تو شويه كانت هذه طون كانت هذه طون تلقاو غدا طون جديده وفزت اسمع العز